احنا ذاكرين شركات، الشركات تدعفون تمام والله. الشركات هذه تقدم الى لجنه المناقصات العامه بالدوله. يا شباب فوق 5 مليون مناقصه كلها تروح لجنه المناقصات العامه في الدوله. المصب الرئيسي الفلوس وزاره الماليه تعطيها مناقصات اي وزاره في الدوله، في النفط في الماليه، في فوق 5 مليون، تحت 5 مليون عند الوزاره يوقعها الوزير والوكيل ومكتب التنقيب الحسابي يسمونها الاداره الماليه او وكيل مسائل الشؤون الماليه. احنا بنجي قطاع النفط لان القطاع مناقصات النفطيه اقوى مناقصات في الدوله، كلها 100 مليون 150 مليون 200 مليون. انتوا عارفين الانابيب والحفر والابار مناطق نائيه وبوبيان واي منطقه ثانيه. تقدم المقاول يفاز فيها المقاول صاد صاد، هذا طال عمرك يجون يقول مبروك افتح الظرف انت فزت في المناقصه الفلانيه 400 مليون مثلا تمام ولا. لما يفوز فيها طبعا المقاول يتقدموا طبعا تعال عطنا طبعا الالسي الاعتماد البنكي انك انت تملك نعم كذا عندي شركه ثانيه مسجله من قبل وزاره التجاره، يعطيهم كل الشروط. من ضمن الشروط اللي بلجنه المراقصات العامه، انتبهوا معاي، لجنه المراقصات العامه الرئيسيه لها شروط. من ضمن الشروط اللي هو توظيف عدد كويتيين عدد وقدره بالمناقصه هذه 90 100 400 40% اي اللي يسمونها مو دعم العماله الوطنيه اللي ما تشون، لا 25% من المشروع، لا 40% تكلم عنه. يعني تقريبا انتم تسالوا نفسكم ليش المقاول ينحد على الكويتي؟ ليش ينقص الكويتي؟ هو وده انه ما يسجل الكويتي معاه، يجيب هنود يجيب فلبينيين ارخص واقوى عماله عندهم، بس ان الدوله دليل ان كنتم مجبورين ان المقاول يمشي عقده لازم يسجل في ناس منكم. الحين في ناس منكم في بعض حتى في يعني حليل مسجلين بالمقاولين ما يداومون. ليش؟ بالعكس يحب راس زوجها عشان يسجل عشان يغطي النسبه اللي يدسها حق منه التكويت حق لجنه المراقصات الرئيسيه اللي هي 25% اكثر من 25% 40% تسجل لجنه المراقصات الرئيسيه. من ضمن الشروط ما لجنه المراقصات الرئيسيه اللي ترسيع المقاول لما يفوز بالمراقصه الموظفين الكويتيين. ثاني شرط الكويتي ثانوية عامة أو الكويتية 1480 راتبه، حط الرقم هذا عندك 1480 ما له علاقة في دعم العمالة، 1650 الدبلوم، 2000 دينار الجامعي راتب المقاول الأساسي. إيه المقاول يعني مو الأساسي، الأساسي غير الأساسي بدون دعم عمالة، المقاول بدعم العمالة من غيره. الأساسي معناه في اجتماعية في علاوات، لا راتب أنت مالك أساسي، أساسيك واجتماعيتك أولادك دعم العمالة. انت المقاول يعطيك عمل مقابل طبعا جهد مقابل عمل، صح ولا لا؟ خدمه مقابل عمل. فانت شو تسوي؟ انت طبعا يتقدم طبعا المقاول يقول اوكي يوافق عليه. المعاش اللي يتكلم عنه اللي ذكر لجنه المناقصات الرئيسيه العامه، ترى المقاول ما له منه فيه، رواتبكم انتم كلكم موظفين قطاع النفط الخاص، افهم المعلومه هذه، تراها من الدوله من حكومة الكويت. المقاول ما له لا 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 علاقة ولا جبل إطلاقا. المقاول شركة رست عليه أوظف عدد كذا، أجيب الآلات كذا، أقوم في مهام الشركة اللي تبي حفر أبار أجيب طبعا أوفر يعني ما له ما له. ثلاثة يفوز فيها ويوفر كل شيء يقول أوكي، طبعا يوقع هو المقاول يوقع يقول أوكي أنا وقعت كذا رست عليه مناقصة يلا مبروك. من الرابط في ثلاث حلقات هرم الكبير لجنة المراقصات الرئيسية، المقاول عضو يمين، التكويت عضو يسار، اللي يمشي مخصصة 400 مليون الدولة ما تعطيه كاش، تعطيه دفعات، من ضمنها رواتب الموظفين تمام ولا؟ رواتب الموظفين شنو؟ الراتب اللي قلت لك عليه قبل شوي زائد شنو شروط؟ التأمين فول انشورنس يسمونه التأمين البلاتين. انت تشتغل في منطقة بوبيان مناطق نائية شمس حرب في الروتين ولا هذا اكيد من حب جلدك ولا حساسيه ولا اكزيما ولا هذا يدش في خانه التجميل. انتم كلكم ما يعطيكم التجميل ولا اسنان ولا غيره، التغطيه مالتكم المستشفيات ما يعطيكم هذا، المفروض عندك فول انشورنس بلاتين يسمونه اعلى تغطيه في المستشفيات العامه، صح ولا لا؟ عندك طال عمرك الترقيات مكتوب من ضمن العقد ليش المراسات الرئيسيه ترقي الكويتي كذا، انت تقييمك سنوي ممتاز. الحين مثل اخوي يمكن امون عليه الشيخ رجال يداوم يخاف الله يعني، وانتم ان شاء الله جميعا يداوم طعمه من الساعة 7 إلى الساعة 5 العصر، ما شاء الله تقييمه 100%، الرجل ما عليه لا طبيات لا سك ولا غيره، سنة امتياز. طيب أنا ثلاث سنوات، كل من قضى ثلاث سنوات في وظيفته في امتياز فهو جبرا عن قانون أن يرقيه مسؤولا.
يقول كرقيت، يقول انا ما عندي هيكل، انت اساسا قدمت هيكل في لجنه المنافسات الرئيسيه لما فزت في المنافسه، ما عندك هيكل؟ حاضر انا كل هذا المضمون كل الترقيه ابي لك شنو؟ اني ابي فلوس، رقم الفلوس عطني علاوه 200، عطني علاوه 300، عطني علاوه اللي تشوف ثلاث سنوات فيه. طبعا في ناس انا اعرفها بالشركات 15 سنه 10 سنوات ما ترقى، مكانك صفر. طبعا نجي في الحين اللي هو مرحله التكويت. التكويت موظف حكومي او تيم فريق حكومي مشترك، طبعا كل المقاولين الشركات المقاولين هذه الحفر ابار والنفطيه يراجعون التكويت. طبعا التكويت شهري يجلس ريبورت تقرير يومي، تقرير شهري حق من الشركه الفلانيه، نعم قامت باعمال كذا وكذا وكذا، نفس بيتك هذا، الدور الاول خلصت، الدور الثاني والله خلصت كذا، نفس المهندس المطلع بلديه يوافق عليه. هذا يجلس تقارير شهريه عشان تصرف المخصصات الشهريه. مالت منو؟ مالت المقاول. اخوي قبل شوي تناقش معي يقول احيانا يجي لي راتبي 17، احيانا يتاخرون فيه، احيانا يتاخرون، صح ولا لا؟ ليش؟ يماطلون في هذا الامر. طبعا الموظفين لما يلجا الى وظيفه يتوظف في عقد حكومي، العقد مال المقاول اول شيء العقد غير قانوني. انا قريت اكثر من عقد واكثر من شركه. العقود القانونيه عقود ثابته. العقود النفطيه القانونيه عقود ثابته، من اللي يكتبها؟ يكتبها التكويت. لانه وزائر الاحمر شركة النفط الكويت أو الكويسي، أي شركة خاضعة تحت مؤسسة البترول للكي بي سي، نعم في عقود ثابتة. أنا يعني أنا الحين موظف قطاع النفطي خاص، أنا ابن غير شرعي يسمونه للتكويت، لأن أنا ماني على مالك التكويت، ولكن الملاك المقاول ولكن مسؤول عني قانونياً وإدارياً وصرف مالياً التكويت. يعني أنا لما أصيح من ألم معين وأنا أروح للتكويت أقول التكويت انقذني، ترى المقاول سوى كذا كذا وما أعطاني حقي، مضبوط ولا لا؟ صحيح. ممتاز. البدلات الموجودة في عقودكم كلها اللي هو التذاكر صب يحدد قيمة التذكرة، وهذا على فكرة غير جائز قانون إطلاقا، لأن فيه نفس أمثالكم في وظائف حكومية، صح ولا لا؟ موجود تذاكر يسمونها تذاكر، القاهرة، لبنان، لندن، صح ولا لا؟ بدون قيمة، فحدك أحيانا أنت لسعر في هاي سيزن في لو سيزن، في أسعار غالية في الصيف الحين بسعر عالي، فمثل القاهرة 400-300 دينار يعني بفرس التاس، يعطونهم درجة أولى مالت النفط كي وسيل قبرمنت الحكومة، صح ولا لا؟ درجة أولى أو البزنس ما يعطونك، يعطونك 200 دينار، طيب ايش تحجي فيه؟ 200 دينار، طيب أنا عائلتي أفرض قصة كاملة، هذا موجود فيه. العقود ثلاث سنوات عقود غير قانونية، العقود ثلاث سنوات. العقود اتفاق من أول يوم إلى طبعا ثلاث سنوات، المفروض إن العقود خمس سنوات، عشان شنو؟ يحس بالطمأنينة واستقرار وظيفي. إن أنا عندي بيت فتحت بيت، أنا لما توظف أخذت راتب مثلا المقاول اعطاني راتب 1000 دينار، هناك 1800 دينار، قسط التامينات 200 يقول لك يدفع 1500 دينار، طيب انا عملت استقرار وظيفي لي ب 500 دينار، سويت خط قرض؟ الحين انت اكثركم ماخذ قروض، اللي عنده سيارات، احنا ما احنا، يعني اكثر اخواني ان شاء الله عساكم غنيين ان شاء الله نفس، عندكم يعني بين ما انتم اصحاب مال، احنا كله على الكويت على الوظائف، اخر شهر تجي لي طبعا قيمه فلانيه اللي هو معاش شهري، فكل الشباب التزموا شنو؟ في قروض، في اجارات، في التزامات، في سياره، في ولد، في شاي، في ام، صح ولا لا؟ طيب ما سويت استقرار وظيفي. هذا جانب موضوعي جدا. هذا جهه قانونيه جدا لازم تتحكم فيها منو؟ الثلاث ادارات. التكويت والشؤون، وفي اداره يا جماعه منسيه اسمها اداره الشكاوي والبحوث والفتوى، وين؟ بلجنه المنافسات الرئيسيه موجوده في الديره، اللي عند الدوار مخبر شرطي. في لجنه الشكاوي، انا بشتكي على مقاول، انا موظف. بشتكي على مقاول، اجي طبعا انا وربعي 10 20 30، طبعا انا قاعد اقول لاخوي قبل شوي بالمناسبه يعني بكمل وبعدين اربط موضوعي، ان المجموعه الكبيره كل ما توفر ربعكم اكثر من شركات ثانيه كل ما صار القوه اكثر. لان مجموعه كبيره اكيد لها حقوق. الدم شركه معينه لانك انت بتشكي فرد واحد ما انظر لك نوعا ما لك حق، بس مجموعه كبيره اتحدوا شنو؟ على مظلوميه واحده، ان الرجل هذا ما اعطاني حقي. وبعدين يا جماعه يعني مو على اساس انه يعني اخوكم بدل الحربي كمحامي يوضح اخوكم ان انا على حق، لا ابحثوا كلامي شوف كلامي صح ولا لا. كلكم اتفقتم انكم ناس مظلومين. يعني مو معقول اللي المظلوم واحد اثنين ثلاثة اربعة، صح ولا لا؟ كلكم متفقين، الشركة متفقة كلها ان اساسا الناس مظلومين، اكيد في عيب، العيب من الرئيسي؟ اثنين شقين، التكويت والمقاول. اللي انا اشوفه صراحة، انتم تشوفون ادرى مني، انتم لكم حقوق. قبل شوي يتكلم اخوي في امور المقاول باطش فيه مو رد عليه، واحد يقول لي مرة في شركة من الشركات رئيس مجلس الادارة يقول انكسر، قال لي فلان خلاص روح يومين لا تروح طبيب، روح يومين وبعد ذلك ان شاء الله احنا نشوف حل فيها، صح ولا لا؟ ارجع الموضوع الربط مال التكوين، طيب قدمنا المسؤول شنو؟ انا كملت توظف خلاص، انت علقت الان في موضوع ان انا توظفت الان،
داومت اول يوم عنده زين. طيب انا لما داومت في سلم وظيفي، في سلم ميزانيه رواتب، طيب انت ما اعطيتني تصنيف الراتب. طيب انت مكتوب الحين انا قلت اخوته 600 واعتقد 500 دينار سبيده. طيب انا اول مره انت لما تاخذ شهاده تفسير راتب اي واحد من ربعك صح ولا لا؟ دعم العماله فتاخذ تفسير مو مكتوب اساسي اجتماعيه اولاد كلا. شنو هذا؟ 675 شنو هذا؟ راتب مكتوب راتب 675 شنو؟ حتى الوافد صنف اساسي كذا بدل كذا خطر كذا اوبئه كذا بدل مناطق نائيه. دليل ان عومها التعويم في العقد مو قانوني. انا قريت العقد كل عقود مجحفه مو قانونيه اطلاقا. حقوقكم يا شباب للامانه مو منسيه منهوبه يعني ماخوذه يعني من الشكل للشكل هذا. فانا يا شباب ما ابي اطول عليكم هذا اللي انا عندي. طبعا رفعنا قضايا موجوده في قضايا الامن الدولي في المحاكم طبعا عليك القضايا اللي هو سنة من تاريخ الإبلاغ في المظلومية تقدر ترفعها بوزارة الشؤون شكوى عمالية ومن ثم 60 يوم ننطر قرار إداري بعدها ما ردوا علينا الشؤون ناخذها طبعا توجه للمحكمة. طبعا كل قضايا العمالة شفتهم بالصور ما فيها رسوم قضايا إطلاقا من أول درجة إلى التمييز. طبعا يا إخوان شفتكم بالصورة نجاح القضية من عدمها أنت تشوف شنو حقوقك. أنا معاي شاشة معينة أقول لك 1 2 3 4 أنت حقك كله موجود الآن اللي صنفته طبعا موجود قدامك. وما ادري انتم كلكم شركه واحده اخوي يقول لك كلكم شركه. انا يا شباب ادعو يعني من نفسي الحمد لله يعني عسى الله ان شاء الله يزيد خيركم قبلنا كله ويوفقكم. والله ما جيت الا هذا حرص اني اقول كلمه حق امانه قدام اخواني اللي انا شايفه قدامي. لان يا شباب انا لو اجي حتى نفس تخصصكم في القطاع النفطي خاص انت متخصص من انابيب معي انا ما افقه بدر انا رجل قانون ودي في المحاكم في المغافر في الشكاوي انا اصنف لك واقرا وارجع لك صح ولا لا. ف يعني آية كريمة سألوا الذكر كتب لا تعلمون فهذا مو غلط بالعكس أنا إذا أخطأت فسامحوني وأجل إن شاء الله عظمه وإذا أحسنت إن شاء الله هذا من صواب ومن فلاحي إن شاء الله بإذن الله وتوفيقنا على الله. لا طبعا بس أنا قلت أستفسار بسيط بس الحين بالنسبة للحقوق خاص بعقدنا الحالي أو مثلا شوف أثر رجعي نطلب منهم شوف الأثر رجعي بالنسبة للقضايا العمالية مفتوحة الأثر رجعي الرواتب يسمونها الحقوق المكتسبة. حتى لو انتهيت مع الشركة أستاذ الكريم الحقوق المكتسبة مثل الرواتب لا تسقط قانونا. يقصد الظاهر عن الشركات السابقة يعني لكن؟ لا ما بنقول يعني شباب جاني ولد ولا جاني مولود زين ولا ما ضغطه مثلا سنة سنتين ثلاثة أربعة 10 20 30 ما تسقط بالدولة بالتقادم مثلا يسمونها الحقوق المكتسبة المالية. هذا ولدك ضغط جبر أنه تسقط بالدولة 50 دينار. طيب التوقيع اللي مثلا أنت تقول أنت وقعت مثلا أنت وقعت مدعم هذا في عقود الادعام ماده 676 من قانون المدني يسمونه التوقيع بالعقود الادعام. انا وقعت نعم على عقد محترم انك انت تعطيني حقوقي انت ما اعطيتني انت عقدك هذا غير قانوني مو اعطيني حقوقي عقدك هذا مو قانوني ما يلزم اني انا موافق على العقد. لا 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 اطلاقا ابدا الكلام هذا غير صحيح اطلاقا جمله وتفصيل. يعني اعطيك تشبيه دائما الامثال تضرب ولا تقاس التشبيه طال عمرك انا رجل جاني واحد دخل علي الدولي روحي حط المسدس براسه توقع شيك 100,000 ولا قتلت مليون لا والله ولا وقع عقد شو تسوي؟ يسمونه عقود الادعام هذه مجبر انا موقع صح هذا نعم خطي ولكن انا مكره اني اوقع وظيفه حكومه دزت حطت اعلان وقدمت عليها الرجل هذا بيعطيني حقي الرجل هذا العقد مو قانوني ما هو العقد يعني الشركه اللي قبلها يعني كلام بخاري يقصد على جولف سبيك 15 سنه تقادم بالنسبه للعلاوات الثانيه بالنسبه للرواتب حقوق مكتسبه يعني يعرفون طبعا هو يقصدون عن شركات السابقه اللي جوجل سبيك وقبلها الخرافي الف باجي الف من زمان 5 سنوات باع الحاليه بقدم على الف نفس الطريقه انا ولد العقد الخمس سنين في نهايه العقد يقول لي يعطيك كله في كل سنه راتب في نهايه الخدمه نهايه العقد اول 5 سنوات اخر سنه راتب اخر سنه عندي مثل توظفت اول شيء على 300 دينار قبل انتهاء لازم تكون على بينه قبل انتهاء العقد في 5 سنوات لازم يبلغ الانذار خطي لازم انت تستلمه قبل انتهاء يعني بالعربي 4 سنوات و11 شهر لازم يبلغ انذار خطي انك انت استلمت انك انت خلاص انهيت عقدك اذا ما انذرك يتجدد تلقائي العقد 5 سنوات اخرى هم يتجددون دائما بس مو نفس الراتب ما يصير نفس الراتب طول العمر نفس الراتب انسان هذا يعني شو استفدت انا توظف 100 دينار ثابت 5 سنوات 100 دينار شو استفدت انا لا لا اكبر شيء انت تستفيد منه شغله اللي هي خلي الراتب على صوره راتبي 1000 ولا 500 هذا يعني موضوع رئيسي صح حقي المشكله انت تسال نفسك
اقرا عقدك انت شنو 675 ولا 500 دينار صنف راتبي قل علاوه خطر علاوه كذا عشان اعرف علاواتي شنو وبعدين تقييم السنوي شنو المفروض كل سنه يجي تقييم سنوي انا احنا انا صار 16 تمام العقود الاولى ما املك لها مثلا نسخه من طلعها بشون يعني هذا اقدر اطلعها بشون طلعها بشون تبع الاجتماعيه تدرج الوظيفي بعدين على فكره لازم تتابعون استقطاع التامينات الاجتماعيه صدر قانون صدر قرار بالتامينات الاجتماعيه تجاه اصحاب العمل على اصحاب العمل ترى مو على العمال صدع فيها حكم تمييز كامل النسبه كامل كامل 150 دينار متى استقطاع ما يتم من عندك براتبك انت موظف انت يسمونك عامل العامل لا يستقطع منه شيء العامل لا يستقطع منه اجره ماكله ولا مشربه صح ولا لا ما يصير يستقطع من هذا كله يدفعها طبعا زي الضمان في البلد ضمان القضيه شوف احنا الله اكبر احنا بنكره والحين شوف ما في ضمان الموت انا رجل قارئ رجل عندي 1 2 3 4 امشي بخطه معينه قلت لك خطه قبل شوي امشي الخطه الشكل فيها ماشي فيها سليم انت مو عندك حجج يا المقاول تفضل انا ماني خصمك تفضل قدم حججك قدامك بس انا يا شباب قدامكم انا رجل احنا في مجلس كريم في اخونا كريم فوجيه اخواني انا رجل صادق مع الله قبل ان اكون صادق مع الجمهور او صادق مع اخواني انا ما في ضمان عندي انا بذل عنايه انا رجل اقتنعت فيني حياك الله ما اقتنعت اقعد لا ترفع قضيه كيفك انا هذا منوالي طريقتي اقول لك 1 2 3 4 هذا طريقتي اللي بمشي عليها اقتنعت في نفسي مو مقتنع لا لا هو يقصد احمد نجحت يقصد يعني ممكن خلطتك مع نظرت عليك مشابهه للقضايا النفطيه يعني هل القضايا هناك مكتسبه بعد المضي فيها هذا اللي يقصد ابن طبعا انا على المستوى اعطيك طال عمرك شيء لان انا برفع بالقضاء نعم والقضاء سبحان الله يعني رب العباد جعلهم خلفاء في الارض صح ولا لا محمد صلى الله عليه وسلم قلت انا اشرف من ودك خدم على البسيطه المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم قال قاضيه في النار قاضيه في الجنه احنا ان شاء الله ما زكيهم ولكن احنا ننظر فيهم ان شاء الله نظره طيبه جدا ياخذون حقوق الغير كلهم لان ما في ملجا بعد الله عز وجل الا القضاء طيب اوكي انت بيني وبينك يعني ان شاء الله في القضاء احنا واجهنا طبعا رؤساء دوائر ومحاكم الحمد لله جدا ولكن هذا بشر انا بشر مخطئ ما هي معصوم صح ولا لا ممكن يطلع لك حكم يقول لك انا معك بالسلف يقول لك انا معك بالتمييز طيب والعمر انت رجل متخوف ما تروح من البيت فترتها بس ها فترتها احنا اجازه قضائيه احنا نبلش من 1/9 نسكر 1/6 اي بس انت قبلها لازم ترفع بالشؤون 60 يوم شكوى شافين هذا خاصه شوف اسئلتك هذه الضمان والوقت هذا مو محل اعتبار انا رجل ودي خلص كل يوم وقت